نحن هنا في الجامعة السعودية الإلكترونية نستنكر ونشذب بشدة الأعمال الإرهابية التي حصلت في المنطقة في القديح وفي أيضا الدمام في الأيام الأخيرة، نستنكرها بشدة ونقف جميعنا يد واحدة في هذا الوطن ضد هذا العدوان الغاشم، وأيضا نعزي جميع الأسر، أسر الضحايا الذين تم الاعتداء على ذويهم. كذلك أيضا ندعو الله عز وجل جميعا للمصابين في هذه الأحداث في الدمام وفي القديح. وهذه العملية الإرهابية لا تمت للدين الحنيف بأي صلة من الأشكال، وهذا العمل الإرهابي والإجرامي لا يمثل أي عقيدة من عقائد دين الإسلامي، هو دين التسامح ودين العطاء، ونحن مع حكومتنا الرشيدة في السراء والضراء، وبإذن الله تعالى أن هذه الخلية سوف تنتثر وتتضحل. أفعال إرهاب، أفعال فردية، أفعال ما تمس لا إلى المواطنة ولا إلى الدين بأي صورة من الصور. وأتمنى من ولاة الأمر ومن جميع من يسمع هذه الرسالة أنه يكون عنده إيمان بمواطنة السعوديين جميعاً من كل الأطياف ومن كل الفئات بإذن الله. وإحنا رافضين إلى هذه الأفعال من أي طرف كان، وعظم الله أجور البلد وأجوركم وأجورنا في شهدائنا المصلين. هذا شيء غير مقبول. نحن معا ضد الإرهاب في المملكة أو خارج المملكة. الحقيقة بالنسبة للأحداث اللي حصل الأسبوع الفائت مع أخواننا وزملائنا، صراحة أنها كان لها تأثير قوي في النفس، خصوصا بأني فقدت اثنين من أعز الزملاء. أسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء وأن يغفر لهم ويرحمهم. وهذه الأحداث تبين مدى تماسك المجتمع والشعب السعودي ضد كل من يريد أن يعبث بأمن هذا البلد. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أنقل تعازي للوطن وللشعب ولي شخصيا بالجريمة اللي حصلت في الدمام والقطيف وفي الأحساء سابقا، وأشوف أن الجريمة هذه نكراء وما المفروض أنه يعني هذا الشيء يحصل في وطننا الغالي. في الحقيقة ما نرضى اللي قاعد يصير، إساءة للوطن ونعزي أخواننا، وهذا الشيء لا يرضاه الدين ولا يقبله العقل. حقيقة ما حدث في القديح وفي حي العنود بمدينة الدمام ومن قبلها الأحساء والرياض هي جرائم لا تمت بأي صلة للدين الإسلامي، بعيدة تمام البعد عن الدين. إذ أن الإسلام جاء بالرحمة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأفكار الدخيلة المشوهة التي لوثت الدين الإسلامي وأظهرته بصورة بشعة لا يقبلها الإنسان ولا تقبلها الفطر السوية، أتت لضرب اللحمة الوطنية وشق الصف، وكلنا خلف قيادتنا الحكيمة. وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا، وأن يبعد شر الحاسدين. حدث في مدينة الدمام ومحافظة القطيف من تفجيرات وعمل إرهابي، فإن كسعوديين ننفي هذا الشيء، وأن كيد واحدة مع الوطن والملك والمواطنين، وأن كشعب واحد نضع أيدينا في يد بعض لمحاربة الإرهاب والمرتدين. يقول الله تعالى في سورة القصص: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. التفجيرات التي حدثت في الآونة الأخيرة في المنطقة الشرقية والتي لا يرضاها لا دين ولا عقل، ومن هذا المنطلق نحن مع ولاة أمرنا حفظهم الله ورعاهم نستنكر ونشجب هذا الفعل. تقدموا ببالغ الحزن والأسى وبأحر التعازي لأسر ضحايا الأحداث الإرهابية الأخيرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بواسع الرحمة والمغفرة.
من هنا ننادي بالالتزام والتمسك بما ورد في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن نلتف يدا بيد حول ولاة أمورنا لدحض الفتن وردع كل من أراد المساس بأمن واستقرار وطننا الحبيب حفظه الله من كل سوء. ننقل التعازي والأسف لما حصل في المنطقة من أعمال ما نصفها إلا أنها تكون تستهدف لحمة هذا الوطن. ننقل التعازي للأهل المصابين، نستنكر ما حدث في منطقة الدمام، ونوجه رسالة لأهل القديح: نأسف لمصابكم ونحن إلى جانبكم صفا واحدا. أتمنى للبلد الأمان والاطمئنان.